دم خضيبة تربة عجيبة بالدم خضيبة صارت علم والبيئة لم يمشي الطبيبة صارت علم والبيئة لم يمشي الطبيبة. السلام عليكم أحبتنا المشاهدين وأعظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأربعمية الإمام الحسين عليه السلام. احنا نعيش هذه الأيام المباركة الحزينة الحزينة أكيد نتذكر بها استشهاد الحسين عليه السلام و السبايا وسيدة زينب عليها السلام، وأكيد مباركة لأنها هي أيام الحق والعدالة والتضحية، ونستذكر بها الوقفة الكبيرة والانتفاضة الكبيرة التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام، ثورة الحق، ثورة الإسلام الحقيقي، ثورة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وأكيد ما تمت هذه الثورة ولا تم الدين إلا بأهل البيت عليهم السلام. إذن نعيش هذه الأيام وإن شاء الله الكل وكل الجنسيات وكل الأرواح وكل القلوب تجه إلى الإمام الحسين عليه السلام. حلقة جديدة من صباح كربلاء، وإن شاء الله الكثير من التفاصيل سيكون مع إن شاء الله في الحلقة. الجميل العزيز رياض، صبحك الله بخير وعظم الله لك أجر. صبحك الله بالخير وعظم الله أجرك يا أحمد، إن شاء الله مع الحسين عليه السلام إن شاء الله. وكذلك مشاهدينا الأحبة صبحكم الله بالخير والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك أعظم الله تعالى أجوركم. طبعا ما أريد أضيف كثير على ما أضاف حبيبنا أحمد، لكن مثل ما العين تسر بالمناظر الجميلة، كذلك إحنا اليوم نسر بوجود الموالين والمحبين من مختلف الجنسيات. أكيد اليوم تجي لزيارة سيد الشهداء عليه السلام زحفا على الأقدام، وكذلك أيضا يعني ما ورد عن الأئمة عليهم السلام وبالخصوص عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث جميل ممكن أنه نفتتح به صباحنا لهذا اليوم. سلام الله تعالى عليه اليوم عليه السلام يقول: خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. فأكيد إحنا وياكم إن شاء الله تعالى دائما نتحدث، وهذا نوع من أنواع المخالطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نذكركم دائما بخير وتذكرونا أكيد بخير. إذن حلقة جديدة ويوم جديد من صباح كربلاء، وإن شاء الله نستهل به أبرز الفقرات لهذا اليوم، ونبدأ لك يا أحمد فقرات. نعم إن شاء الله ستكون أولى فقراتنا حديثنا، وسنتحدث عن الثبات على المبدأ عمار بن ياسر انموذجا، وكذلك عندنا الفقرة الثانية جولة حسينية، استعدادات شرطة كربلاء لاستقبال زيارة الأربعين، وأيضا سؤال التفاعل أكيد سيكون: ما هي حقوق المرأة والطفل التي انتهكت في واقعة الطف؟ أكيد. ويا أحمد إحنا دائما حقيقة ابتداء يعني نبتدئ قبل ما نبتدئ وبفقراتنا، أكيد نروح إلى الإمام الحسين عليه السلام ومقطع من زيارة عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لا
لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمر ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي وابقى انتظر فوق الجمر ما ينحني الفرقاد يا كربلاء وشرفك واشرف ارض خلاج لهف الطفل ضاع بغرب اتلهف الملقاج بين المناير يظل قلبي طاير والله بين المناير عظيم الشكر وجزيل الثناء للأخوة والأحبة زملائنا في مكتب الحرم اللي دائما يخلونا أمام هذا الصرح الشامخ لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. طبعا نذكركم مشاهدينا الأحبة بأرقام الهواتف اللي موجودة أسفل الشاشة بإمكانكم الإجابة على سؤال التفاعل ومشاركتنا. طبعا نذكركم بسؤال التفاعل وهو علاقة الأخوة بين الحسين عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام. إذن مشاهدينا الأحبة بإمكانكم مشاركتنا من خلال الأرقام الموجودة والإجابة على هذا السؤال من خلال الأرقام اللي موجودة أكيد. وأكيد الإمام الحسين عليه السلام يعني رمز للشجاعة، رمز للبطولة، رمز للإيثار، رمز لكل هذه الصفات اللي ممكن أن تسمو بالإنسان إلى أعلى الدرجات. من خلال هذا نجد كثير من الأقلام حقيقة غير العربية أشادت بالإمام الحسين عليه السلام. إذن خلينا نروح وياكم ونشوف شنو ممكن كتبوا عن الإمام الحسين عليه السلام.
إذن أحبتنا المشاهدين دائما نقول الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت عليه السلام بشكل عام اللي مريد يعرفهم أو يحبهم أو يتبعهم كأئمة فالكثير من الحكمة والشجاعة والمروءة والشرف والتضحية كثير من الصفات موجودة عند أهل البيت عليه السلام يقدر يتخذهم أي شخص ليس فقط المسلم أو الشيعي مثل ما شفنا كثير من كتبوا عن هذا الموضوع ومثل ما شفنا هذا مؤسس الدولة الباكستانية أو بشكل عام أي شخصية معروفة في العالم تأخذ الإمام الحسين عليه السلام كرجل حكيم كقائد كمناضل كشخص ثائر لأجل الحق. إذن كيف إذا إحنا كنا شيعة وأقرب للإمام الحسين عليه السلام لازم نكون أقرب لصفات أهل البيت عليه السلام. مثل وياكم وفقراتنا وأكيد خبر الصباح إن شاء الله وصلنا لهذه الفقرة ونتحدث عن نشاطات كثيرة خلال زيارة الأربعين هذه الزيارة المليونية وفيها الكثير من النشاطات باتجاه الدين الإسلامي وأيضا باتجاه الإمام الحسين عليه السلام. وخبرنا الآن شهدت مدينة النجف الأشرف اليوم الاثنين انعقاد المؤتمر السنوي 13 لمبلغي الحوزة العلمية في النجف الأشرف لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. واستهل المؤتمر الذي تقيمه الحوزة العلمية في النجف الأشرف الذي حمل شعار طلبة الحوزة العلمية يحيون الشعائر الدينية على طريق الزيارة الأربعينية. أكيد بدأ بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم عقبتها قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق. وقال معاون رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة الشيخ عادل الوكيل أن المؤتمر بنسخته 13 للمبلغين في زيارة الأربعين يهدف إلى تعزيز الجانب الفقهي والعقائدي للزيارة والإجابة عن الاستفسارات والأسئلة التي يطرحها الزائرون القادمون من داخل العراق وخارجه. وأضاف أن العتبة العباسية المقدسة وكل العتبات بشكل عام لها دورها الفاعل في تقديم الخدمات لزائري الأربعين انطلاقا من توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف وتسخير إمكاناتها كافة لضمان نجاح الزيارة المليونية. إذن دائما الناس يسأل يقول لك شنو أعمالكم شنو نشاطاتكم. هذا المؤتمر دائما والمبلغين موجودين على طريق المشاية لأي سؤال لأي استفسار لأي موضوع عقائدي لأي موضوع يعني يهم الناس يحبون يسألون عن الدين الإسلامي أو يسألون عن بعض الأمور اللي تهم حياتهم بكل الجوانب. أكيد موجودين إن شاء الله أهلنا وأحبتنا ومشايخنا وساداتنا مبلغين موجودين إن شاء الله. أكيد يا أحمد. وكذلك عندنا خبر آخر وهو انطلاق المؤتمر الدولي نداء الأقصى تحت عنوان نداء الأقصى بنسخته 3 في مدينة كربلاء المقدسة في العراق بحضور حشد كبير من العلماء والشخصيات الدينية من مختلف أنحاء العالم. وعقد المؤتمر أو عقد المؤتمر جلسته الافتتاحية يوم الاثنين برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبتنظيم الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين في جامعة الزهراء عليه السلام بكربلاء المقدسة طبعا. وأكدت كلمات المشاركين في الجلسة أهمية عقد المؤتمر هذا في الوقت الحالي طبعا لما له من أهمية في إيصال رسالة للعالم أجمع أن فلسطين ستبقى منتصرة وستتوارثه الأجيال لإظهار هذا الحق طبعا. وشددت الكلمات على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة طبعا. وأكد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن رشيد جواد العبايتشي تضامنه ومساندته للشعب الفلسطيني بالتزامن مع المسيرة المليونية لزيارة الأربعين التي تعبر عن رفض الاستسلام مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى تتوارثها الأجيال لإظهار الحق. إذن يا أحمد اليوم نشاهد مؤسساتنا ما تهتم فقط بالجانب الإنساني بل هي أكيد عابرة حتى على المستوى الإقليمي لذلك هاي النشاطات وهي مهمة. احنا مثل ما ذكرنا بالبداية أنه الإمام الحسين عليه السلام أهل البيت عليهم السلام ليس فقط موضوع ديني وموضوع فقط أنه أنت مسلم أو أنت شيعي لا هي الصفات اللي موجودة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي صفات إنسانية وإن كان غير دين. وأكيد احنا الأساس عندنا الإمام علي عليه السلام إما أخذ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فإحنا كيف إذا كانوا أخوتنا وأهلنا الفلسطينيين
لدينا ارتباط عربي أولا بالجنسية وأيضا ارتباط ديني مسلمين إن كانوا من مذهب أو مذهب آخر أو كل الأديان موجودة. أيضا نترك ممكن هاي كل الاعتبارات، أنتوا يا عالم يا بشر يا تدعون الإنسانية إذا تدعون النظام والأمن ووقف وحفظ السلام وإيقاف الحروب، وينكم عن هذا الموضوع اللي صار يمكن أكثر من سنة؟ وينكم أنتوا اللي تشوفون الدماء في كل يوم أنهر من الدماء وأبرياء أطفال ونساء ومدارس ومستشفيات؟ بالنتيجة شوف المرجعية العليا دائما متابعة لهذا الموضوع في أي حدث في أي تصرف، مباشرة بعد يمكن ساعة أو ساعات يكون هناك بيان وموقف. كثير من الناس يهاجم يقول لك أنتوا سويتوا، إحنا مو بدينا والأمر واضح، إحنا ما نريد ندخل بالسياسة، إحنا لو كان بدينا كان لا كان وصلنا، كان عندنا الحشد الشعبي أو قواتنا الأمنية أو جيشنا العراقي الباسل أو حتى أبطالنا بالوطن العربي الشرفاء. أكد على النقطة لأنه أكو ناس موقفها سلبي تجاه هاي القضية، لازم إحنا يكون عندنا موقف. بالنتيجة أنت كلها ضدك، فتقدر الإمكان راح يكون موقفك إعلاميا إنسانيا دينيا بالاحتجاجات بالكلام بالإعلام بالوثائق حتى الناس تبين مظلومية الشعب الفلسطيني، وأكيد هذا المؤتمر هو جزء من هذا الدعم. أكيد، وهذا أكيد ما يميز حقيقة مذهبنا ويميز مفاهيمنا الإسلامية، دائما الشمولية حاضرة، الإنسانية تكون عابرة لكل المسميات. مشاهدينا الأحبة راح نروح وياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، خليكم وياكم. إذن أحبتنا المشاهدين دائما نكون مع أهل البيت عليهم السلام، مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله. كثير من يتحجج يقول لك أنا مو معصوم، أنا عندي هواي أخطاء، يا معود أنا شو وصلني إلى يمه، يا معود هذا الرسول أنا وين أقدر أصير مثله؟ ممكن في جزئية من هذا الكلام صحيح، ولكن دائما نقول كان هناك أصحاب مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله أو أنصار، وأيضا مع أهل البيت عليهم السلام. قدر الإمكان أن نكون مثل دول الأشخاص، أيضا عظماء من عظمة أهل البيت ومن عظمة الله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا مو معصومين، بس طريقهم صحيح ومنهجهم صحيح. واليوم نستذكر أكيد الصحابي والناصر دائما للرسول محمد صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام عمار بن ياسر، وأكيد نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. شرفنا بالاستوديو أكيد سماحة الشيخ فاهم الإبراهيمي الباحث الإسلامي، أنا وسهلا بك وعظم الله لك أجر. حياكم الله سماحة الشيخ، عظم الله أجر. حياكم المشاهدين جميعا، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. عفوا سماحة الشيخ، يعني لو نبدأ بالسؤال أنه عمار بن ياسر كيف ممكن واجه هذه التحديات، وكيف ممكن أنه بقى ثابتا على مبادئه أو مبدأه بالرغم من كل الضغوطات التي مورست بحقه؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء نرفع العزاء إلى صاحب الأمر والزمان بذكرى 40 سيدي شهداء سلام الله تعالى عليه، ونحن نشهد الزحف المليوني نحو كعبة الأحرار إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. حيث يصادف في هذا اليوم وهو 9 من صفر ذكرى شهادة الصحابي الجليل عمار بن ياسر. طبعا إذا أردنا أن نتكلم عن هذه الشخصية الكبيرة، شخصية عظيمة مملوءة بالعطاء والإيمان، وكذلك مملوءة بالدروس والعبر، حيث أن عمار بن ياسر طبعا إن ولد من أبوين طبعا مشركين، لكنه بعدما جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله بالدعوة الإسلامية أول من الأوائل الذين آمنوا به هو عمار بن ياسر. وعمار بن ياسر بعدما ذهب إلى أبويه وألقى عليهم الإسلام وتعاليم الإسلام آمنوا كذلك بالإسلام المحمدي الأصيل. فصحابي عمار بن ياسر هو من الأوائل الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وآله. وتعرض عمار بن ياسر إلى يعني حروب يعني كثيرة، حروب نفسية وبدنية. تعلمون أن عمار بن ياسر رأى أبويه في حالة التعذيب وأخذوا يعذبونهم، لأن كان أبو جهل الذي يعود نسبه إلى بني مخزوم الذين كانوا يقتلون
في ذلك المكان. وبالنتيجة أنه عمار بن ياسر رأى أبويه أثناء التعذيب. طبعا كانوا قريش أشوف الطريقة بالتعذيب خصوصا يعني للموحدين الذين آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يلبسونهم دروع يضعونهم على التراب الحار، التراب الحار، وهذا الدرع حديد وراح يكتسب الحرارة من الرمال، بالنتيجة يضعونه وبعدين يأتون بصخرة كبيرة ويضعونها على يعني على قلوبهم. لا إله إلا الله. أي فأنواع كل ما أرادوا أن يعدلوا ياسر وسمية زوجتهم فما تركوا التوحيد وماتوا وهم شهداء، وهم من وهم أول قافلة الشهداء مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. طيب كل هذه أنواع التعذيب وأنواع الضغوطات وأنواع الحروب اللي واجهها عمار بن ياسر، كيف ثبت؟ كيف شلون الطريقة اللي ممكن نتعلم منها في هذا الزمن؟ أحسنتم. نحن عندنا روايات كثيرة طبعاً. يعني مثلاً ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال مثلاً من زار الحسين عارفاً بحقه. هذه المعرفة الحقيقية، المعرفة الحقيقية هي التي تؤدي بنا إلى الثبات. عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه عرف شخصية النبي صلى الله عليه وآله وعرف الإسلام بحقيقته وتعلم تعاليم الإسلام من منهل الإسلام، من ينبوع الإسلام وهو النبي صلى الله عليه وآله، فثبت لمعرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم كثيرا. طيب شيء مؤثر آخر سماحة الشيخ وهو قضية الصحبة والصحابة، ربما هذه أيضا تعزز من جانب قوة الإيمان أو الصلابة أو الدفاع عن الحق. فيعني عمار بن ياسر سلام الله تعالى عليه، هل كان شيء يساعده من هذا القبيل بحيث خلاه أنه يبقى على إيمانه؟ أحسنتم. إحنا عندنا في الروايات أنه الاختيار الصاحب الجيد، وهذا اليوم احنا رساله من خلال فضائل كربلاء الى ابنائنا الشباب على ان يحاول ان يسير مع الصاحب الذي ياخذ بيده الى مرضات الله سبحانه عز وجل. فكان صحبه عمار بن ياسر للنبي صلى الله عليه واله تعلم منه الكثير، من هذا الذي تعلم منه هو الوفاء، هو الايمان، لذلك ملئ قلبه عمار بن ياسر إيمانا يعني بالله سبحانه عز وجل، وما تنازل أبدا حتى عندما أكره ونزلت الآية الكريمة بحق عمار بن ياسر. لكن عمار بن ياسر القرآن شهد له أنه هذا الكلام الذي تفوه به هو تحت الإكراه، والنبي صلى الله عليه وآله قال اعلموا أن قلب عمار ملأ بالإيمان، وهي شهادة من النبي صلى الله عليه وآله. شهادة كبيرة صراحة. إذن يعني الحالة الاجتماعية والوضع الاجتماعي والصحبة دي موجودة والجو بشكل عام مع الضغوطات مع الحروب واللي واجهها داعم قوي، كيف نتعلم الآن خاصة شبابنا ومغريات دي موجودة ومواقع التواصل الاجتماعي؟ دائما احنا قلنا انسان ضعيف ويتعذر مثل ما قلت في المقدمة، يقول لك انا معصوم والله ما ادري والله رحت بهذا الطريق، شلون ممكن نتعلم من هاي الشخصية انه نثبت ونعرف الصح من الخطأ؟ احنا عندنا في القاعدة شو يقول؟ المؤمن يجب ان يكون كالمسمار، كلما طرقه كلما ازداد ثباتا. احنا شبابنا كل ما يشاهدون اليوم من مغريات ومن تحديات، حقيقة تحديات كثيرة يشهدها العالم الاسلامي، يعني مو فقط عندنا بالعراق، العالم الاسلامي يشهد تحديات كثيرة، فهاي بحاجة الى فهم الدين يعني بحقيقته. إذا فهمنا الدين الإسلامي بحقيقته وعرفنا إنه هذول الأبطال اللي كيف واجهوا هذه التيارات، تصور كان إنه يعني قريش، جاهلية قريش، كم من الإغراءات قدموا، كم هائل، لكنه كان يعني بالنتيجة ثبت على إيمانه عمار بن ياسر، وذلك لمعرفته الحقيقية بالله سبحانه عز وجل. أكيد. فوصل إلى هاي المرحلة. أكيد أكيد. سمعت الشيخ، يعني من الأشياء المهمة حقيقة اللي إحنا دائما نبتلى بها يعني هي مسألة الجزع بأبسط الضغوطات. قد إحنا يعني تمارس بحقنا بعض الضغوطات قد نجزع، مرات ممكن إنه تطلع من عندنا كلمات ممكن ما مناسبة، أو يعني نتجاوز بعض الخطوط الحمراء أو بعض الحدود. هذا كيف ممكن أنه نتعلم من أثر عمار بن ياسر؟ يعني عمار بن ياسر عليه السلام ورضوان الله تعالى عليه ترك أثر أكيد بهذا الجانب،
فإحنا كيف ممكن نتأسى به بحيث أنه ما نجزع بسرعة، ما نتأثر، ما تكون ردود أفعالنا غير محسوبة بسرعة؟ السؤال هنا، السؤال أنه لماذا اليوم نحن نجدد ذكرى عمار بن ياسر؟ شنو قرابة إن مثل علاقة شخصية بالموقف؟ يعني حقيقة هو موقف عمار بن ياسر لصلابة الجيش عنده، لصلابة موقفه، لشدة إيمانه. الإنسان يتعرض، الله سبحانه عز وجل خلق الإنسان للابتلاء، لكن لماذا الله سبحانه عز وجل يعني يبتلين؟ ليش الله يبتلين؟ يعني شنو الله سبحانه عز وجل لا يعلم إنه ماذا يعني في قلوبنا؟ لا يعلم، ولكن الله تعالى يريد أن يطلعنا على ذنوبنا، يعني بحيث إن الإنسان يعني لابد منه أن، لأن أكثر المعاندين يوم الحساب هو ابن آدم، قال أنا ما سويت كذا، أنا ما سويت كذا. لذلك الله تعالى يريد يخلي الإنسان أمام ذنبه حتى يكون يعني حجة عليه يوم القيامة. وإلا الإنسان لابد له من الصبر، وإذا أراد أن يتعلم الحياة فليقتدي بالقادة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت الشيخ فاهم إبراهيم الباحث الإسلامي، شكرا لك لوجودك ولكل الملاحظات. شكرا لكم. إذن أحبتنا المشاهدين، دائما نقول قدر الإمكان نكون مع أهل البيت عليهم السلام، وها هم الصحابة، وها هم الأسماء، وها هو التاريخ أمامكم، نتعلم من عندهم. ترى زمننا به مغريات، أيضا كانوا مغريات، عندنا حروب عندهم حروب، لكن اختلفت الأشكال والأنواع. قدر الإمكان إن شاء الله نثبت على الدين الصحيح. نستمر وياكم وإن شاء الله نروح إلى موجز الأخبار مع كرار الوزن. تحية طيبة، هذا موجز بأهم الأخبار. الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبحضور أمينها العام الحاج حسن رشيد العباشي تعقد مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثالث في رحاب جامعة الزهراء. المؤتمر شهد مشاركة شخصيات علمائية وثقافية من 60 دولة عربية وأجنبية، معربين عن مساندتهم للقضية الفلسطينية الحقة. مديرية مرور كربلاء تنفذ إجراءات أمنية لتخفيف الضغط المروري خلال زيارة 40 المليونية. تم تهيئة مجموعة من الساحات لوقوف المركبات وتفويجها بطريقة منظمة، ما سيسهم في انسيابية حركتها وعدم تقاطعها مع الزائرين. وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يؤكد على جاهزية جميع المنافذ الحدودية لاستقبال الزائرين العرب والأجانب القاصدين كربلاء لأداء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. وقال الشمري أن منفذ زرباطية من المؤمل أن يستقبل أكثر من 1.5 مليون زائر خلال زيارة 40. فرع توزيع كهرباء شمال البصرة يواصل أعماله بتوفير الطاقة الكهربائية للطريق الخاص بالمواكب الحسينية في المنافذ الحدودية. وقال مدير الفرع مازن مظلوم إنه تم تركيب الإنارة وصيانة المنظومات الكهربائية، وذلك للوصول إلى أعلى طاقة في تجهيز الكهرباء وضمان استمرارها على مدار 24 ساعة. وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين يفتتح في مدينة فرانكفورت الألمانية منظومة إصدار الجوازات الإلكترونية الجديدة، إذ ستسهم هذه المنظومة الحديثة في توفير خدمة ذات كفاءة وسرعة متميزة مع تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية البيانات الشخصية للمواطنين. في ختام هذا الموجز تقبلوا تحياتي، إلى الملتقى. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة، وأكيد إحنا في أجواء زيارة 40 عليه السلام نشاهد يعني كل المؤسسات اليوم مستنفرة جهودها، كل المؤسسات حقيقة هي يعني تستنفر كل طاقاتها في سبيل تقديم الخدمة لزوار 40 عليه السلام.
إذن يا أحمد، اليوم نشوف كل المؤسسات اليوم مستنفرة، كل الجهود مبذولة في سبيل تأمين الخدمة لزوار سيد الشهداء. أكيد، ولهذا الموضوع دائما نحن مراسلين أحبتنا وأكيد القائمين بكل قواتنا الأمنية موجودين، وإن شاء الله من ضمن زميلنا أنمار الفضلي الآن ليتحدث أكثر عن استعدادات شرطة كربلاء المقدسة لاستقبال هذه الزيارة المليونية. السلام عليكم أنمار، وأعظم الله لك الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زملائي في استوديو برنامج صباح كربلاء، وعظم الله أجورنا وأجوركم ونحن نعيش وإياكم ذكرى أربعينية الإمام الحسين. صباحك الله بالخير والعافية يا أنمار. طيب، يعني خلينا في الجو بالنسبة لاستعدادات شرطة كربلاء لتأمين الزيارة بشكل عام. نعم زملائي، يعني كما تعلمون بأن جميع مفاصل الحكومة العراقية والحكومة المحلية تتواجد في مدينة كربلاء المقدسة من أجل تأمين خدمة أمنية وخدمة صحية وخدمة كبيرة لزائري الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. مديرية قيادة شرطة كربلاء، هذه المديرية اللي يقع عليها مسؤولية توفير الأمن في مداخل ومخارج وجميع مفاصل الحدود الإدارية لمدينة كربلاء المقدسة من أجل توفير أجواء أمنية لجميع الزائرين والقادمين إلى مدينة كربلاء المقدسة. يعني لمزيد من التفاصيل يسرنا أن نلتقي بالعقيد إحسان الأسدي الناطق الرسمي باسم مديرية شرطة كربلاء. أستاذ إحسان، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين. قيادة شرطة كربلاء مسؤولية كبيرة تقع عليها هي توفير الجانب الأمني، يعني مدى هذه الخطة الأمنية لهذا العام، وأيضا التعاون ما بينكم وما بين أصحاب المواكب الحسينية والزائرين والنقاط اللي متواجدة بها قيادة شرطة كربلاء. نعم، بداية عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة منذ حضور السيد معالي وزير الداخلية إلى محافظة كربلاء المقدسة ووضع اللمسات النهائية للخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين، باشرت القطاعات الأمنية لقطاعات قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء والأجهزة الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى القطاعات الملحقة من القوات الضيفية من قطاعات وزارة الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي التي انضمت إلى الأجهزة الأمنية في المحافظة واشتركت ضمن هذه الخطة الأمنية. حقيقة ابتدأت الخطة الأمنية بالعمليات الاستباقية التي تستمر حتى نهاية الزيارة المباركة إن شاء الله. أيضا في هذه الزيارة هنالك تكثيف للجهد الاستخباري وكذلك المشاركة لقطاعات طيران الجيش والقوى الجوية وكل صنوف الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء. حقيقة في هذا العام تختلف الزيارة بشكل كبير من خلال الانتشار المبكر للقطاعات الأمنية، الاستمرار بالعمليات الاستباقية، أيضا التعاون الكبير ما بين كل صنوف الأجهزة الأمنية المشاركة في الخطة من قطاعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وهنالك تعاون ما بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الخدمية من أجل توفير أفضل الخدمات للزائرين من الجانب الأمني والجانب الخدمي. يعني خاصة في هذه الزيارة تم افتتاح عدد من الساحات الجديدة على الطرق الزائرين من أجل تسهيل انسيابية حركة العجلات للزائرين وتسهيل انسيابية الأركاب والترجل للزائرين الكرام. حقيقة الطرق الرئيسية التي باتجاه محافظة كربلاء شهدت توسعة كبيرة بجهود الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، وهذا له دور كبير في عدم وجود قطوعات لحد هذه اللحظة. يعني في السنوات السابقة كنا نشهد قطوعات منذ بداية شهر صفر وتستمر حتى الزيارة، لحد احنا اليوم راح ندخل يعني اليوم التاسع من شهر صفر ولحد الآن لا توجد قطوعات. احنا داخل المدينة القديمة والطرق مفتوحة وسالكة لجميع الزائرين. الزيارة تسير وفق خطة أمنية محكمة ومرنة بنفس الوقت بإشراف مباشر وميداني من قبل السيد معالي وزير الداخلية، السيد قائد العمليات، السيد قائد الشرطة، كل القادة الأمنيين متواجدين وعلى رأس القطاعات. يعني بالنسبة للمواكب الحسينية أصدرتم أمر أنه بعد أن يدخلون موادهم يتم مغادرة خاصة السيارات الكبيرة التريلات واللوريات، هل هذا معمول به؟ نعم، حقيقة هذا الموضوع لكون المدينة القديمة تشهد زخم كبير للزائرين، كان هنالك توفير ساحة من قبل الحكومة المحلية على طريق النجف
لأصحاب المواكب الحسينية عجلات الحمل التي تحمل عفش المواكب. بعد إكمال إنزال عفش الموكب تتوجه هذه العجلات بصحبة مفارز متواجدة ضمن مركز المدينة من قيادة شرطة كربلاء وتتجه باتجاه هذه مركز المدينة. حتى في الوقت الحالي احنا ما يخص تعرف انت الزخم اكثر شيء يصير مركز المدينة، يتم تفريغ مركز المدينة، بعد ذلك القواطع القريبة اللي هي الطوق الاول والثاني، بعد ذلك الطوق الثالث. نعم، الزائرين والسيارات. نعم، من أجل سهولة دخول الزائرين. أنت تعرف بالأيام المقبلة راح تشهد المدينة القديمة اكتظاظ بالزائرين، وأيضا احنا نحتاج لحركة عجلات الإسعاف. يعني وضعتوا خط للإسعاف للدفاع المدني لا سمح الله. هناك أكثر من طريق طوارئ ضمن مركز المدينة القديم خاص بعجلات الإسعاف والدفاع المدني وللحالات أي حالة تصير لا سمح الله، بالتنسيق عالي مع العتبات المقدسة وكل صنوف الأجهزة الأمنية المشتركة. حقيقة النجاح الذي يتحقق في السنوات السابقة وإن شاء الله في هذا العام ثمرة جهد وتكاتف وتنسيق عالي والعمل بروح الفريق الواحد في محافظة كربلاء أساس النجاح في الخطة. بعد النجاح خطة الأمنية لزيارة العاشر، هذا دافع كبير لزيارة الأربعين باعتبارها هي أكبر وأضخم، فأكيد انطاكم خبرة، وهذه الخبرة امتلكتوها على مدى منذ سقوط النظام البائد إلى هذا اليوم، امتلكت قيادة شرطة كربلاء خبرة كبيرة بالتعامل مع الزائرين. أيضا احنا لمسنا أنه هناك وضعتوا أشخاص بالزي المدني أيضا يساعدون الزائرين، يدلون الزائرين، يقدمون لهم خدمات. هذا أيضا يعزز ما بين الجانب الأمني والجانب يعني ليس فقط من يشاهد أنه يرتدي البدلة العسكرية، لا، اليوم مو فقط يوفر الأمن، يوفر أيضا الخدمات. حقيقة هذا الجانب كان اهتمام عالي من السيد معالي وزير الداخلية من خلال قسم أصدقاء الداخلية من ضمن تشكيلات دارة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ومتواجدة مع ضمن قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة كربلاء. هنالك فرق تطوعية اشتركت ضمن خطة خاصة بالتوجه باتجاه أصحاب المواكب الحسينية، المشاركة بالجهد الخدمي، المشاركة بالجهد الأمني، المشاركة بالجهد الطبي. هنالك حملات توعية وتثقيف للزائرين الكرام، لأصحاب المواكب الحسينية، التأكيد على إجراءات السلامة، حملة توعية وتثقيف ليست فقط على الكوادر الأمنية اللي مختصة بدوائر العلاقات والإعلام، لا، حتى أصحاب المواكب وأيضا المتطوعين المشاركين معنا ضمن هذه. نعم، زملائي في استوديو البرنامج. شكرا لك وشكرا لضيفك، وإن شاء الله دائما موفقية لكل أبطالنا وقواتنا الأمنية وكل من يساهم في خدمة زوار الحسين عليه السلام. شكرا لك. شكرا لك. إذن أحبتنا المشاهدين، مثل ما شاهدنا أنه كل الطاقات وكل الأعمال وكل التصرفات اللي موجودة هي حسينية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، الأخلاق، التعامل، الأمن، المساعدة. قواتنا الأمنية الآن ضحت بنفسها وجهودها أكيد، وهذا واجبها تجاه الحسين عليه السلام. أكيد أيضا من المواطن أيضا نحتاج مساعدة وترتيب وتنسيق أكثر، مثل ما نشاهد أنه ممكن يصير في هذه الفترة ازدحامات كثيرة على مستوى المشاة يعني البشر وعلى مستوى السيارات، وإحنا دائما نعيش هاي الأجواء. مشكلة السيارات أكيد أسرح يقول للمرور وين شغلها وين دورها، لا، الحمد لله هذا العام أكو ساحات جديدة فتحت وموجودة على أطراف كربلاء من طريق بابل أو من طريق النجف الأشرف، كلها موجودة وكل شيء موجود، ولكن أنت المواطن أيضا عليك مسؤولية. أنت وين توقف سيارتك، وين توقف الباص ماتك، وين اللوري ماتك، يعني الحافلة اللي محملة بكل الغذاء أو كل ما تريد تقدمه للزوار. أنت شلون تتعامل مع أخوك؟ يعني ليش نقول إحنا الإمام الحسين عليه السلام قدوة؟ مو فقط نقول لبيك يا حسين ونبكي ونقدم هذه الخدمة، أكو جانب أخلاقي بهذا الموضوع. لازم نقلل من المشاكل، لازم نقلل من يعني الأمور اللي يصير في الشارع من شخص دائما بسيارته يحاول يأخذ مكان الآخر، يصير أكو نرفزة، يصير أكو عصبية، يصير أكو عناد بالموضوع، لا شو إلا أوقف هنا. هاي لازم أكو بيها أخلاق حسينية وأخلاق إسلامية لازم نتحلى بيها وقدر الإمكان خلال هذه الفترة. شنو السبب؟ لأنه أنت راح ممكن تضر الآخرين، تضر البيوت بهذه المنطقة، تضر الشارع بشكل عام، راح ينقطع على بعض المساعدات، مثل ما نشوف إحنا أخوتنا وأحبتنا في الجانب الصحي في قضية الإسعاف ونقل المصابين ونقل المختنقين، هم يحتاجون
مساحة بالطريق حتى يقدر يوصل الحالة بصورة صحيحة وينقذها بالوقت المناسب. أكيد كل الأمور لازم تصب لأجل حماية كل هذه الزوار أو الزائرين اللي موجودين اللي يجون دائما تجاه الإمام الحسين عليه السلام. أكيد يا أحمد، هي المسؤولية مو فقط على الحكومة أو على المؤسسات الحكومية، المواطن كذلك لازم يتعاون ويا المؤسسات، لأنه المواطن هو جزء مهم، جزء مهم من الاستقرار بشكل عام من النظام. فأكيد لازم المواطن، إحنا كمواطنين نكون نلتزم بالتعليمات ونساعد. إذا أنا أخلي قانون أو أخلي طريقة والمواطن ما يلتزم بها، أكيد أكيد، وهذا موضوع جدا مهم إحنا المفروض يعني نركز عليه، نهتم به هواي، إنه مو كل شيء والله الحكومة لازم تسوي هذا الأمر. لا بالعكس، الحكومة نعم جزء، لكن أنت جزء الأكبر. صحيح. الحكومة ممكن أن توفر لك بعض الجزئيات، لكن الجزئية الأكبر المفروض أنت اللي يعني تشتغل عليها. أكيد إحنا بعدنا في يعني مجموعة النشاطات اللي تقدمها مؤسساتنا حقيقة، وإحنا نريد نروح وياكم إلى الأهواز مع فاروق السلامات حقيقة، هو يعني راح يوفدنا بتقرير عن إقامة مؤتمر الأربعينيون في الأهواز بمشاركة من وفد العتبة الحسينية المقدسة. إذن إلى هناك. بمشاركة وفد من العتبة الحسينية المقدسة وفي إطار جهودها الساعية لنشر الثقافة الحسينية، عقد في مرقد علي بن مهزيار في الأهواز مؤتمر الأربعينيون الدولي، وذلك على أعتاب بدء مراسم زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. من خلال وفد مشكل من قبل العتبة الحسينية وتوجيه من سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلاء المتولي شرع العتبة الحسينية المقدسة لزيارة المدن وباقي الدول بصورة عامة، الواقع هناك زيارات عديدة، ونحن اليوم في مدينة الأهواز في محافظة خوزستان للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبهذا الحضور المتميز الواقع هذه المدينة الواقع متميزة بعلمائها وأدبائها وشعرائها وعشقها للإمام الحسين من خلال مشاركاتهم العديدة وتقديم كافة الخدمات، وخاصة في الزيارات المليونية كزيارة أربعينية الإمام الحسين، ولهم مشاركة الواقع في العتبة الحسينية المقدسة وفي مدينة كربلاء ملحوظة. المؤتمر تضمن فقرات عديدة كان أهمها تكريم عدد من المسؤولين وخطباء الأهواز من قبل العتبة الحسينية، تثمينا لما يبذلوه خدمة لزوار الإمام الحسين عليه السلام في الأهواز التي تعرف بكربلاء الثانية لكثرة المواكب ووسعة الخدمات التي تقدم على امتداد طريق زوار الأربعين في منفذي جذابة وشلمش الحدوديين. فرصات مغتنم مش معنا تشكر مكنم. أشكر الجهات المعنية لمساعدتهم في خدمة زوار الأربعين، وشكري وتقديري للسلطات العراقية وللعتبة الحسينية المقدسة على تعاونهم مع الجهات هنا، وشكري وتحياتي للشعب العراقي على حسن ضيافتهم للزوار. من خلال الجلسات التي عقدناها مع الجانب العراقي وصلنا إلى نتائج مهمة، منها زيادة تسيير الرحلات الجوية والبرية لتسهيل حركة الزوار. ويقوم أهل خوزستان بحسن الضيافة، كما أن الدوائر الحكومية البلديات لها تنسيق كامل، والكل يجمعنا حب الحسين، العراق إيران وغيرهم يجمعهم حب الحسين، وكذلك جميع يعني العناصر وجميع التيارات وجميع الأفراد يجمعهم حب الحسين. المؤتمر حضره شخصيات رسمية ودينية وأكاديمية، فضلا عن أصحاب المواكب الحسينية من داخل الأهواز وخارجها. وأكد ممثل العتبة الحسينية الحاج فاضل عوز على أهمية التواصل والتعاون بين البلدين خدمة لزائر الإمام الحسين عليه السلام. لقناة كربلاء الفضائية، فاروق سلامات، الأهواز، إيران.
شكرا زميلنا فاروق، وأكيد النشاطات والمواقف ومحبين أهل البيت عليهم السلام موجودين في كل مكان. اللي يقدر يجي الإمام الحسين عليه السلام أكيد هو في الطريق الآن أو وصل، واللي ما يقدر أكيد من مكانه من مدينته من بيته من قلبه لازم يكون مع الإمام الحسين عليه السلام. ومثل ما قلنا الإمام الحسين عليه السلام مدرسة أهل البيت عليهم السلام بشكل عام الكثير من الصفات والكثير من الأسلوب والحياة ودستور لكل شيء موجود. والآن وصلنا وياكم إلى فقرة كن حسينياً. شلون نكون حسينيين بمعنى الكلمة؟ ذكرنا يمكن بالحلقات السابقة كيف يكون مثلاً موضوع الشجاعة، موضوع التعامل مع الآخرين، موضوع التواضع، موضوع الصدق، كلها موجودة. والآن وصلنا وياكم إلى الأمانة. نتحدث اليوم عن الأمانة في الإسلام وأهميتها، وشلون أكون حسيني عندما أكون أمين على كل شيء. والأمانة ممكن الناس فاهميها بس قضية الفلوس أو الحاجة أو هذا الجهاز أمانة يمك أو لا. الأمانة حتى في القول، وكثير هذا الموضوع موجود بمجتمعنا نقل الحكي. مشكلة هذا أنت من تثق بشخص وتشرح له شيء أو تقول له سر أو تفرغ ما بداخلك بموضوع تجاه شخص أو تجاه قضية وتشوفها موجودة في مكان آخر، هذا مو صحيح وهذا خاطئ التصرف، لأنه هو أمنك على هذا السر أو أمنك على هذا الرأي اللي هو موجود بداخله. أيضا الأمانة في القرآن الكريم ذكرت من خلال الآية الكريمة وكثير من الآيات، ولكن نذكر بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، صدق الله العلي العظيم. يعني أمر مباشر، إن الله يأمركم، أمر أنه أنت أدي الأمانة إلى أصحابها إلى أهلها إلى من ائتمنك. شوف إيش قد أنت هذا الشخص يعتبرك قريب عليه وأعطاك الثقة وأعطاك الأمانة، بالنتيجة لازم أنت ترجع هاي الأمانة لأصحابها. أكيد. ولأهمية هذه المسألة أحمد، نشوف يعني تراث أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم أولا طبعا، يعني هو يهتم بمسألة الأمانة. حتى عندما وصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه الأمين، لذلك هذا الوصف مهم جدا. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وبما أنه الرسول وصف بأنه أمين الصادق الأمين، لذلك إحنا لابد أن نتأسى برسول الله يا أحمد. نعم. كل تصرفاتنا، كل أفعالنا، كل برنامجنا اليومي لابد أن أنه يكون تكون بهذه اللمسة، لمسة الأمانة. مثل ما قال أحمد أنه نقلنا للكلام، يعني كل الأشياء اللي ممكن أنه نتحدث بها لابد أن نكون بها أمينين. ليش؟ لأن هذا يعزز من الثقة، يعزز من التواصل، ومد يعني جسور الحب، ممكن مد جسور الثقة، مد جسور التعاون. كل هذا يعني حقيقة يسهم في بناء العلاقات الناجحة، بناء الحياة الصحيحة. الحياة هواي راح تكون خالية من التعقيدات. يعني كل ما نكون واضحين، كل ما تكون عندنا أمانة في حديثنا مع الآخر، كل ما تكون عندنا أمانة في تعاملنا مع الآخرين، هذا يعني يعطي لين، يعني يعطي محبة، يعطي تواصل، يمد كثير من الجسور. صحيح. اللي تبني من خلالها المجتمعات. يعني وأكو نقطة مهمة يمكن نذكرها، هاي آخر ملاحظة بهذه الفقرة، أنه قدر الشخص المؤتمن دائما. أكيد. نظرية الثواب والعقاب يعني موجودة. بس شنو أنت من شخص طيب أخلاق، يعمل يجتهد مؤتمن، أنت قدره، أنطيه مكانه، أنطيه احترام، أنطيه دعم. مثلا بالعمل أنت ممكن مكافأة بسيطة أو كتاب شكر. أنت كصديق دائما تحتفي به وتحبه وتلتقي به وتعزمه، لازم تبين للشخص أنه هاي الصفات اللي بيه أنت تحبها ومهمة، حتى يقدر يستمر على هذا. يعني شيء من الدعم ويزيد بها، هو هذا يستمر بهاي الصفات الزينة ويكافح، لأن المجتمع سلبي عادة. والشخص اللي ما مؤتمن راح يحس بنفسه منبول، ناس ما تحبه، ناس ما تريده، فتلقائيا ممكن هو يستحي على نفسه أو ممكن يصلح نفسه. بينما بالعكس مجتمعنا إذا دعم الشخصيات السلبية أو الأمور السلبية أو الصفات السلبية، الشخص الزين واللي عنده صفات حسنة راح يكون يعني منغلق على نفسه أو بس مع جماعة، لأنه ما حد يحب هاي الصفات. والصفات السلبية وأصحابها لا بالعكس، هم راح يكون يتفاخرون ويفرحون ويلعبون براحتهم مثل ما نقول. فهاي نقطة مهمة، أنه الشخص الجيد لازم نكافئه
باحترام بتقدير بكتاب شكر. شغلة ثانية يا أحمد، شغلة ثانية، إنه هاي الصفات الحسنة إحنا المفروض نذكرها في حياة الإنسان. يعني إحنا اليوم الموجود عندنا حقيقة بوسطنا، إنه بعد ما يموت أفلان كان عنده هذه الصفة، كان خوش رجال، كان أمين، كان كذا. صح. إحنا المفروض في حياته حتى لا، لأنه هذا يعزز من قيمته النفسية، يزيد من فاعليته بهاي الأشياء الإيجابية. أحسن. صراحة إذن أحبتنا المشاهدين، يعني قدر الإمكان هاي فقرتنا نكون حسينياً، وكل ما تحدثنا به نكون مثل أخلاق أهل البيت عليهم السلام في كل شيء، في تعاملنا مع نفسنا مع الآخرين. خلينا نشوف هذا الفاصل، شلون واجبنا نكون حسينيين مع الآخرين، ونرجع وياك. ما بتعد عن خدمتك لو لحظة، اسمك إذا قلت النفس يتوضع، مش كبرى حظي لو علي ترضى، علي ترضى. شوفوا أحبابي، سيد الشهداء يوم العاشر من المحرم يعلمنا درس جدا مهم. شنو هذا الدرس؟ المحافظة على الصلاة، ومو بس فقط المحافظة على الصلاة، تكون الصلاة في وقتها. يعني رغم كل ظروف المعركة، شوف سيد الشهداء أدى الصلاة، أقام الصلاة وأداها وصلاها وأقامها في وقتها. يعني هسه احنا مثلا، هسه احنا عندنا هذا الموكب وعندنا طبخ، إذا هذا وقت الطبخ مثلا توزيع الطعام يصير ويا وقت الصلاة ويا دخول الصلاة، فهنا الأولى شنو؟ نقدم الصلاة، الأولى نقدم الصلاة. إذا رايحين مشي إحنا إلى زيارة سيد الشهداء ودخل وقت الصلاة، نتوقف عن المشي ونعد الصلاة، لأن الصلاة أولى، تقديم الصلاة أولى من بقية الأمور. من نطلع موكب عزاء أيضا وصار وقتها ويا وقت الصلاة، فالأولى هنا شنو؟ أحسنتم، نقدم وقت الصلاة. على مود أكل البعض شو يقولون؟ يقولون دول الشيعة مهتمين بمن؟ مهتمين بالمستحبات وعارفين الواجبات. فإحنا نوجه رسالة إلى هؤلاء، نقولهم إحنا مثل ما ملتزمين بالمستحبات ملتزمين بالواجبات أيضا. مي مهمة بس افتح لي الطريق، هلا عبر بس افتح لي اخويا مسدود الطريق، افتر من ذاك الشارع مفتوح. شنو هي بكيفك شارعك؟ لا بكيفي ولا شارعي، بس دا نوزع وسادين الطريق على مود الزوار. شو اللي شغل بالتوزيع؟ هيا منا خطوتي بس عبر، افتح الطريق. اخويا دا اقول لك هذا الشارع مفتوح، دفتر بي وروح. يا اخي ما افتح، افتح الطريق، افتح الطريق، افتح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا سيدنا، شلون صحتك؟ ويصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوان اليوم اللي يجمعنا بهذا المكان شنو؟ سيد الشهداء، مصحيح وحب سيد الشهداء وخدمة سيد الشهداء. أسأل سؤال آخر، أقول اللي يفرح قلب الإمام الحسين عليه السلام يشوفنا متآلفين متآزرين متحابين، ويشوفنا متفرقين، شيء أكيد متآلفين ومتآزرين مو صحيح؟ وهاي الخلافات البسيطة كلها تهون. هذا الطريق هو حق عام للجميع. صح. مثل ما ينتفع من عنده أبو السيارة، مثل ما ينتفع من عنده الإنسان اللي يمشي، وينتفع من عنده صاحب الموكب والتوزيع. فالقضية تحتاج إلى تنظيم لا أكثر ولا أقل، بحيث كل هاي الأطراف تنتفع منه. ويطبق سيارتك هاي وقت صلاة، وزاد أبو علي، وكل الأمور تهون إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. يلا إن شاء الله. إن شاء الله. سيدنا رحمة الله وديه. موفقين إن شاء الله. بس خلا اطبخها وين ما قاعد اصرف. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأحبة، وشكرنا وتقديرنا حقيقة لأستاذ حسام على هذا المشهد الجميل الحسيني اللي بفد أشياء هواي مهمة. من عدها نشوف المسامحة، شوف هذا الشخص اللي ممكن أنه صاعد بالسيارة شون كان ردة فعله، ممكن يعني مو طبيعية كذا، لكن الكلام الجميل الهادئ الأسلوب الصحيح شون ممكن يلين القلوب، شلون ممكن يخلي الأجواء هواي حلوة. هاي شغلة. الشغلة الثانية مسألة الاهتمام بالعبادات والصلاة بالرغم من كل الانشغالات. يعني مفروض الانشغال ما يحيد بينا على أي اتجاه، المفروض نهتم بعباداتنا لأنه هي باب التوفيق اللي الله سبحانه وتعالى
رسم لنا في الحياة. وصلنا وإياكم مشاهدينا الأحبة إلى فقرة الجولة الحسينية أو جولة التفاعل طبعا، وأكيد هي حسينية. وراح نروح ويا ماجد الأسدي ونشوف علاقة الأخوة بين الحسين والسيدة زينب عليه السلام. حياكم الله أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. أعظم الله أجورنا وأجوركم أحبتي المشاهدين بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. تربينا في حجر واحد وتفرعنا من شجرة واحدة، عرف كل واحد منهما بعظيم الشأن وجلالة القدر، فهو سيد شباب أهل الجنة وهي العالمة غير المعلمة. فأين نحن من علاقة الأخوة بين الإمام الحسين والسيدة زينب عليهما السلام، وكيف هي علاقتنا بإخواننا؟ خليكم يا أحبتي المشاهدين نستمع إلى بعض الآراء. دمعتها ثقيلة علي. نعم أحبتي المشاهدين، ما زلنا متواصلين وياكم بجولتنا الصباحية ونلتقي بأحد المشاركين. حاج السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أجورنا وأجوركم. أنا وأجوركم في مصاب أبا عبد الله الحسين وفي أهل بيته. حجينا حدثنا من أي محافظة حضرتك؟ أنا من محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية. احكينا شلون هي الأجواء بشهر محرم الحرام بالسعودية؟ الحمد لله بخير، في تقام التعازي في المآتم والحمد لله. قبل إن شاء الله أعمال ومآتم مؤثرة وجمع غفير فيها إن شاء الله. الله ومنكم إن شاء الله. حاج، اليوم علاقة الإمام الحسين بالسيدة زينب عليها السلام من ناحية الخوة تعطينا أعظم درس، كيف هي علاقتك مع أخوانك؟ علاقتي مفروض أن نكون نقتدي بالسيدة زينب عليها السلام والإمام الحسين وأبا الفضل العباس، وتكون علاقة أخوية متفت فيها التسامح وفيها تكافل وفيها إن شاء الله كل خير، بعيدا عن أي مشاكل وأي ضوضاء فيها. علاقة الإمام الحسين عليه السلام بالسيدة زينب هي أعظم درس يعطونا إياها، لازم إحنا اليوم نقتدي به. نقتدي بهذه العلاقة وتكون مثل إلينا في حياتنا، وإن شاء الله تكون لنا بعد ذخر في آخرتنا. سيدي أعظم الله أجورنا وأجوركم. أعظم الله لكم الأجر بمصاب سيدي ومولاي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام، وبمصاب سبي زينب وأهل البيت أجمعين. سيدنا، أين نحن من علاقة الأخوة بين الإمام الحسين والسيدة زينب عليهما السلام؟ هاي العلاقة يعني خلينا نقول إحنا علاقة ربانية، هاي علاقة تجسدت بين الإمام الحسين والسيدة زينب وبين السيدة زينب والإمام العباس عليه السلام. هاي اللي هي أنارت إن طريق إحنا كمذهب أهل البيت، المفروض إنه إحنا نتبع أو نقتدي بالسيدة زينب والإمام الحسين، بالسيدة زينب والإمام العباس سلام الله عليهم. نشوف احنا في هاي ايامنا كما تفضلتم انه اكو بعض الاخوه السنين ما حد يحكي ويا الثاني، ومع العلم انه هو الله سبحانه وتعالى اوصى بصله الرحم، والامام الحسين انطانا فد طريق فالدرس هو السيده زينب. المفروض من عندنا احنا ككل كمذهب اهل البيت كمسلمين نتعلم من عندهم ولو شيء بسيط، ورغم هذا انه ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل بمصاب اهل البيت بمصاب الامام الحسين انه يهدينا اولا ويهدي هاي الناس ان يقتدون بالامام الحسين، يقتدون بزينب سلام الله عليها، اللي هم اناروا ان طريق واضح طريق معبد، يعني ما بي اي تشعبات، واضح ان للمسلمين ككل.
واحنا خاصة يعني خاصة البلد احنا كعراقيين تعرف انه الدول متكالبة علينا، يريد يقطعون بأي طريقة يقطعون هاي الشعيرة. فندعو من الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر الفضيل انه يبعد هذا الشر ويبعد ويهدينا الى طريق الحق والاقتداء بالامام الحسين سلام الله عليه وبالسيدة زينب سلام الله عليها وبالامام العباس سلام الله عليه كفيل زينب وبالاخوة العظيمة اللي نورها ان او بينها ان الامام العباس سلام الله عليه. بتي علينا تقيل حامل ضعونا. السلام عليكم وأعظم الله أجورنا وأجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله، أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا الشهر الحزين وهو شهر استشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليهم جميعا ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أين نحن اليوم من علاقة الأخوة بين الإمام الحسين والسيدة زينب عليها السلام؟ إن شاء الله نحن قريبون من خدمة الإمام الحسين وهي التقرب بيننا وبين شيعة أمير المؤمنين والموالين لهم، أكيد يكون التقرب منهم وهم قدوتنا، يعني الصراحة احنا ناخذ ونتعلم من عندهم من خلال المنابر الحسينية والمجالس ومن خلال يعني قراءة الكتب، وإن شاء الله قريبين احنا بذكرهم والتقرب لهم إن شاء الله. انت اليوم كشخصين شلون علاقتك بأخوانك؟ الحمد لله والشكر، يعني كعلاقة احنا أصحاب مواكب وأصحاب مجالس واحنا قريبين واحنا نرشد الناس لهذا الشيء الجميل، لأن هو من يعني مذكور بالقرآن صلة الأرحام والتقرب من أهل البيت وهم سفينة النجاة. أخذ الدرس بالخوة من الإمام الحسين والسيدة زينب عليهم السلام؟ إن شاء الله أكيد، لعد هم قدوتنا وإحنا نتعلم من عندهم من خلال الـ 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 الزيارة ومن خلال يعني أساتذتنا الكبار نتعلم من عندهم. ولا يكبر على الأرض ما تروب هي أختي عيونك تشوف. هذا ما يسمح به وقت جولتنا الصباحية لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء. أشمن شيلتي من اشتاق للعباس. سيدة زينب عليه السلام تقول أشمن شيلتي من اشتاق للعباس من قد ما يعدل بالدرب بيها، وقمت أغفى على كلمة هاش تحتاجي لأن كل ساعة يوقف يمي يحكيها. مني أصغر عمر بس بالحنان كبير، مني أصغر عمر بس بالحنان كبير، محنة بقلبه إلي بس الله يدريها، محنة بقلبه إلي بس الله يدريها. أكيد إحنا أخوة الإمام الحسين عليه السلام وأخوة السيدة زينب وأكيد الإمام العباس عليه السلام، هذه الأخوة العظيمة الكبيرة ما نقدر نوصل لها، ودائما نقول قدر الإمكان نأخذ من عندها دروس وعبر، وإن شاء الله نشوف وياكم طريق المشاية. إن شاء الله أشوف كل محبين أهل البيت عليهم السلام أمامكم الآن، نشوف كلها تتوجه إلى الإمام الحسين عليه السلام، ودائما نقول نتوجه لقلبا وقالبا بكل الأخلاق بكل التصرفات بكل العقول بكل الصفات اللي موجودة اللي وضعها إن الإمام الحسين عليه السلام. نتحدث قبل قليل عن الأخوة، كثير من الحالات ممكن تكون سلبية بسبب الظروف ومشاكل بين الأخوة، لازم تتكسر هاي الأمور وترجع ضوابط قوية ونرجع أفضل وأفضل، ونأخذها من أهل البيت عليهم السلام، من السيدة زينب إمام الحسين أبو الفضل عليهم السلام، نعرف شلون تكون الأخوة وشلون تكون المواقف. إذا مستمر وياكم وأكيد هواتفنا راح تكون أمامكم، حبون شاركون بهذا الموضوع، علاقتك بأخوتك أو أخواتك كيف تكون وما هي أهميتها
بمجتمعنا. وحقيقة رياض شلون احنا نقدر نقوي هاي الأواصر مع المشاكل اللي موجودة والغزو الأجنبي ويحاولون يفككون ويكسرون كل هذه القيم والمبادئ؟ ما أدري يعني أنت حاولت تخفي دمعتك قبل ما أجاوب، يعني اسمح لي قبل ما أجاوبك، من شفتك تقرأ الشعر شفت يعني دمعتك يمكن رادت تنزل، ما أدري تأثرت هواي. صعب أنت من تذكر مواقف أبو الفضل العباس عليه السلام والسيدة زينب عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، يعني تبقى صامت وكأنما بس الأنفاس وأنفاس ضيقة ضعيفة، لأنه تخجل أمام هذه الأشخاص العظيمة وعظمتهم من الله سبحانه الكبير. وتعالى أكو قضية هم ثانية مهمة أحمد، هذا مصطلح الأخوة، يعني تعرفوا هذا جاي من شيء كبير، جاي من كلمة آخ، يعني هاي الأخوة، يعني إحنا درسنا سابقاً ما أدري هسه هي استحضرتني مباشرة صراحة، لا. يقولون هاي الأخوة جاية من كلمة آخ، يعني أنت عندما تتألم تقول آخ، فمن هنا أنا يعني انبثقت كلمة الأخوة، فآخ وأخوة هذه تعبر عن الألم، فمهما أنت وقعت بالألم وقعت بشدة ممكن أن تقول آخ، هذا يوديك إلى الربط الأخوي، يوديك إلى الأخوة. فأكيد هذا المفهوم هواي مهم. نقطة واحدة بس، إنه عندنا اتصال نكمل إن شاء الله ويا أبو تمام أكيد. إن شاء الله من بغداد، السلام عليكم وأعظم الله لك الأجر. السلام عليكم. عليكم السلام، أعظم الله أجوركم وأحسنكم العزاء وأجوركم إن شاء الله مأجورين بهذه الأيام، موفقين إن شاء الله. على الله أجرك. حقيقة الله يعني ماما تكلمنا، يعني طرحتم سؤالكم بموضوع الأخوة، خاصة الأخوة بين أبو الفضل العباس سلام الله عليه وإمامنا الحسين والسيدة زينب، وماما تكلمنا عن هذا الموضوع، أي شيء يعني قليل أمام الكثير اللي أعطونا أهل البيت سلام الله عليه من دروس وعبر ومواعظ أحسن وحكي من يعني تنبيه حياتنا اليومية. نعم. سيدة زينب هي تعتبر واحدة من الشهود العيان اللي شهدت على وقعة كربلاء، طبعا صبرها وقضاتها على المصاب وألمها، وأكيد بخطابها وعظمتها اللي جسدتها في أرض المصيبة، فلها كثير اليوم بزماننا. لابد أن نسائنا خواتنا أمهاتنا بناتنا طبعا نعم تنون بهذه السنة من حيث الأخوة، حيث التعاطف، زرق المحبة بين الأخوة. أكيد أهل البيت هم درس عظيم لجميع شعبنا المؤمنين، ولا بد أن نسير على خطاهم. أحسنت أحسنت، شكرا لك، موفقين إن شاء الله وأعظم الله لك الأجر. أعظم الله أجرك وملك السؤال بالدعاء. شكرا لك. يعني دائما هو شوف، أنا ليش دائما أذكر الواقع، لأنه هو أهل البيت امتداد لكل الأزمنة لكل الظروف، ومقارنة سهلة وواضحة. في وقتهم كانت أكو الكفار وكانوا المعارضين وكانوا القاتلين، وكل شيء كان موجود وكل الوسائل، وكانت الإغراءات عن طريق المال أو عن طريق النساء أو عن طريق الحكم، وحكم الري وحكم الكربلاء وحكم النجف وحكم ما أعرف شنو موجودة. الآن فقط اختلفت الأمور، الآن نشوف مثلاً أكو مشاكل بين العوائل أو بين الأخوة على ورث، على محل، على مثلاً ممكن حتى قضايا تافهة. أحمد أحسن توسد، أقول والله أقول حتى مرات رأي، مجرد رأي أو انتماءات دنيوية تصير أكو مشاكل بناتهم وأكو ابتعاد عن الآخرين. يعني أنت على مود قطعة أرض مثلاً تضرب أخوك أو تتعدى على أخوك على مود قطعة أرض، هي الحياة أهطولتها يا أحمد، صدق الحياة أهطولتها، يعني ما تسوى أنه إحنا نعطيها هذا الحجم الكبير. ممكن أنه نتخاصم ويا أحبائنا ويا أخواتنا ويا اللي يقربوننا، هاي نقطة. النقطة الثانية اللي أريد أن أكد عليها وهي يعني أهمية رابطة الأخوة، يعني لا. شوف الإمام الحسين عليه السلام كل حقيقة كل اللي استشهدوا مع الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهدوا نشوف التفاعل معهم الإمام الحسين عليه السلام، لكن مع أبي الفضل العباس عليه السلام القضية هواية تختلف. قال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي عندما استشهد الإمام العباس عليه السلام، لذلك هذا يبين
أهمية الأخوة، حجم الاهتمام بمسألة الأخوة، كون إحنا دائما نحاول نقوي هذا الرابط يا أحمد حقيقة. نعم أكيد إن شاء الله قدر الإمكان نعيش هذه الأجواء وأن يعني نتبع هذه النقاط قدر الإمكان بحياتنا. وأكيد مستمرين وياكم أحبتنا المشاهدين، ونروح لهذا الفاصل من طريق مشاية ومحبي وعشاق الإمام الحسين عليه السلام. يا مصباح الهدى شلون انطفى المصباح، قنادي لك علت بالطف بروج رماح. يا مصباح الهدى شلون انطفى المصباح، قنادي لك علت بالطف بروج رماح. توسدت الصعيد وخنصرك مبتور، وتيجانك على بروج الرماح تنور. على رغم الظلام تبدد الدجور، ومن دمك نسج وجه الخليقة وشاح. علت شمسك جريحة وطفت الأنوار، بس نورك تجلى بعالم الأسرار. على شمس النوايب دارت الأقمار، تأتم بجراحك والصلاة إجراح. قنادي لك ترتل مصحفك ترتيل، بآيات الدموع الحيرة جبريل. ترانيم القلوب ودمعة الإنجيل، مزامير الزبور للزمان إنيا على بروج الرماح. أكيد مشاهدنا الأحبة أنه المعصوم عليه السلام هواي دعوا لكم أنتم اللي تمشون إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام. فقط نختم بهذا الدعاء اللي ورد عن الإمام السجاد عليه السلام، قال: اللهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلب على قبر أبي عبد الله عليه السلام. فإذا أنتم اليوم يا زوار سيد الشهداء عليه السلام مع الحسين، والإمام السجاد أكيد يدعو لكم بالرفعة والعلو والحشر مع سيد الشهداء عليه السلام، وإن شاء الله زيارتكم مقبولة يا رب ببركة محمد وآل محمد. مشاهدينا الأحبة، الآن وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، نتمنى أنه استفادنا إحنا وياكم من خلال هذه الفقرات الموجودة، ونشوفكم في فقرات أو مو فقرات، نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شكرنا جزيل وثنانا لكل أسرة برنامج صباح كربلاء، في أمان الله. ويسجد قبل أعتاقه يا الزاير، لو قبره يلوح عينك من يبعيد.